Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتشاهدوا هذه خيمة ديال الإفطار المجاني في سبيل الله. هذه كتدخل في إطار البرنامج السنوي ديال جمعية الحمامة للتربية والتخييم، واللي كتجي في شهر رمضان بعد ما سبقتها واحد الحدث ديال توزيع قفط رمضان على مجموعة من الأسر. الآن كنقدموا إفطار مجاني للزوار ديال مستشفى محمد الخامس اللي كيجيو مع الأسر ديالهم، الحواميد ولا ناس عندهم حوادث سير، وبالتالي ما تلقاوش أماكن هنايا فين يمكن لهم يفطروا. فاحنا رسائنا مع مجموعه من الاخوان اننا نجيو نقدموا لهم الافطار في سبيل الله، على اساس انهم يحسوا انهم ما بعدش على المنازل ديالهم، انهم يمكنوا يستفدوا من هذه العمليه. طبيعه الحال هذا شهر مقدس، شهر ديال التآزر والتراحم. كنتمنوا على ان هذه التجربه انها تكرر وتعمم كذلك، وبان السنه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم ما نوقفوش على هذا العدد ونكبروا الطاقه الاستيعابيه حتى يمكننا ان نوصلوا للعدد الاكبر من الناس اللي يمكنها تستفد في هذا الاطار. وشكرا. السلام عليكم. أمل نعمي أمينة، رئيسة الجمعية المغربية لوهبي الدم. احنا كنتواجدوا حاليا بمستشفى محمد الخامس بالجديدة. عملية الإفطار احنا درناها احنا والجمعية، جمعية الحمامة للتربية والتخييم فرع الجديدة. جات الفكرة كأن كانوا الإخوان حطوا بزاف الأفكار، ولكن فضلنا هاد القضية ديال الإفطار، لأن كنعرفوا بأن المستشفى كيتواجد خارج الجديدة شي شوية وما كاين لا محلات لا والو. فلهذا جينا جلسنا مع السيد المدير ديال المستشفى، وأنا كنشكرو بزاف اللي استقبلنا وقبل الفكرة، وتا هو ساهم معنا بانه كيقول بانها هذه فكره جميله، وهاد الناس اللي جاو يشتغلوا في هاد الشهر الكريم هنايا وغيديروا هذه، غادي يمدوا المساعده لهاد الناس اللي كيجيو من البوادي وكيجيو حالات مع الافطار تقريبا بزاف. بالنسبه للعدد اللي كيجي يفطر هنايا تقريبا ما بين 70-80 شخص اللي كيجي كيفطر. اكثريه كيجيو مع كيكونوا حالات ديال كيكونوا تابعين حالات ديال الولاده او للمستعجلات. وحنا زعما الفكره مني جات وبديناها، اللي كانت اول تجربه. الحمد لله غادي الامور بخير، دايرين دي زيكيب. حنا الجمعيات بجوج، كل ايكيب عندها 10 ايام ديالها. انا اليوم كملت 10 ايام ديالتي، غدا غيجي الفوج الاخر اللي غادي يجي يتكلف، لان العمليه كتطلب اللي غادي يجي مع الخمسه اللي غيوجد لي طابل. الناس اللي كيوقفوا حنا كنبقاو واقفين حتى كيفطروا الناس كاملين كيف ما شفتوا، ومن بعد مني كيف كنبقاو واقفين، من بعد مني كيفطروا كنديباراسيو كنهزوا هذاك الاواني وداك الشيء كنهبطوا للمطبخ. اللي كنشكر ثاني السيد المدير اللي عطانا اون بلاص في المطبخ باش نغسلوا داك الشيء الاواني، كنغسلوا كل شيء. وكتبقى العمليه مستمره، كنجيبوا كل شيء تقريبا طيب من على برا، وكتبقى يوميا هكا. والحمد لله الامور بخير. الناس اللي كيجيو حضروا يعني الشيء اللي كيفرحني انا هو ما كاينش شي حد اللي كيفطر وكينوض ما كيدعش معنا، وهذا هو اللي بغينا نوصلوا ليه. احنا المغرب بلد الخير، ومنطقه الدكاله هي بلد الخير، والجميع كيشهد بهذا. فلهذا احنا جد فرحين بهذا العمل اللي كنقوموا به، ومازال غادي نستمروا في العمل الخيري. وشكرا. Audio Jungle.